ازيكم يا دباحي؟ النهارده حفلة الستة مليون. زي ما انتم متعودين ان احنا كل مليون بنعمل تحدي بس بيكبر مننا شوية، وبنجيب اللي ساعدونا في اخر مليون. فاهم حاجة؟ لحد ما حلوة. فنبتدي بأول واحد هو كان الكل. ما تزيدش وتخش كأنك راضي. انت ثانية بس، قلت اللي ساعدونا في اخر مليون، انا معاك من هما واحد. لا احنا نتكلم على المليون الاخير. هتبقي معايا؟ اطلع يلا. نخش بقى على تيم البنات. ايه ده؟ طب ما عادل كان منهم، ما لسه داخل اهو. ما هو كان الملكة فدخلته الاول. جومي 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 رقصي. انا رأيي اروح عشان الكرمة تقل منها. ميري والأزعة. ايوه هي الأزعة. ايه وما فيش اقصر من كده بصراحة يعني. لازم الواحد يعمل نفسه روبي. هو بيعمل نفسه بس. كلكم مالكم قايمين على الواد ليه كده؟ بس انا عشان منور قوي، انا عارف ان ما شاء الله تبارك الله يخرب بيت جمال امي. بس هقفل ريك راضي. مش هنعمل تيم الولاد؟ انتوا قاعدين بتتكلموا اصل هي بتسند عليا. دي بتسند عليا. انتوا جايبين لنا تهزقونا هنا ولا ايه؟ المهم فالتحدي بتاع النهارده متقسم لتلات جولات، بس احنا مش هنعمل فريق الولاد ضد البنات، لان كده النتيجه هتبقى باينه قوي. ما بتعرفش التحدي الثالث هيكون ايه. فالمهم دلوقتي انا وجرجس هنقف قصاد بعض، وكل واحد يختار هو عاوز مين. انا هختار دولا كده كده. مش هضغط على دولا، مش هضغط. وهختار نانا. هو ما ادانيش فرصه الاختيار عشان ايه بصراحه؟ يعني احنا الثلاثه قاعدين بنهزق في كرامه بعض، فاحنا واخدين على كرامه بعض قوي يعني. فانا هختار ميري وهختار كات. مش مشكله بس عشان هما جامدين. ايوه وعشان ما فيش غير سمع عشان جامدين. عشان مش لاغر. يلا بينا على التحدي. بس قبل ما نبدا في الفيديو، لو انت مش مشترك في القناه انزل تحت الفيديو اشترك في القناه، وما تنساش تشغل الجرس. انا عايز اقول حاجه. عايز اقول حاجه عشان نخش بقى ايه على 7 مليون على طول. انا مش شايف 6 مليون. 7 مليون هو اصلا مش معتمد ال 6 مليون، هو معتمد ال 7 مليون. كل ما انطق 6 تطلع 7. يلا على الجوله. بصوا يا جماعه، المفروض دلوقتي ان انا معايا التيم بتاعي وجرجس معاه التيم بتاعه، فاحنا هناخد اكتر واحد بيتقمص. تعالى سد قدامي. يلا جاهز؟ يلا جاهز يا ابني. يلا بس عشان هيبقى فيه وجع. خدوا بالكم ان الجوله متقسمه كده. دخل على طول ما شاء الله عليه. انا عمري ما شفت واحد يقعد على البالونه كده. خدوا بالكم ان الجولات متقسمه، الكراسي من غير ايد وبعد كده الكراسي بايد. طبعا هتبقى احساس وحش قوي لما تيجي تنط وتقعد عليه. تخيل لو حطينا كاتي مع نانا او ميري مع نانا، اقصر حاجات مع بعض. قصدك ايه؟ لا بص، نانا تعمل لك ايه؟ وتقوم نازله بقى، فاهم؟ ايه الاوفر ده؟ ايه ده؟ يلا هنشوف ده. ايه الاكت المعفن ده؟ الايه؟ التمثيل المعفن ده. مصروف عليها في الانجليش. ارفع راسك. عيب يا مدرب. مدرب؟ لا ما انت عيب تقول لي مدرب هنا. خلاص عيب هو عيب وخلاص. لا استخدم اكتر حاجه بستخدمها. راجل 2 3. جامدين من اولها بس. والله قلت له هيتقل لي منه. حظك هي فرقت معايا على بالونه، مساحه ما كانتش مساعده. مساحه ايه البالونه؟ كرسي. مساحه الكرسي. حسبت مساحه القعده. روبي روبي انت اخر كرسي قعدت على الايد. ايوه مش فاكر. ما هو ما حسش. يا عيني متعود. شاكابو. تحس ان انت بتبقى مكشوف من كل مره واحده، ده جديد قوي. عارف تحس كده ان هي بردت قوي. يا عيني. طب الجوله ايه؟ مش هو كان بيعد؟ مش نفهم مين قدامنا؟ ما هو كان بيعد اصلا. ما لا هو كان بيعد. انا بعد عشان التصوير. بيعد عشان التصوير بجد؟ ما تيجي يا ميري نمشيها ودي. مش واخده بالك ميري بصر فين؟ بصلك كده. ضحكتك ايه؟ طيب دلوقتي المفروض ان في جولتين، هتبقى ميري قدام نان، ميري قدام بنتنا. ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. طب انت بتتريق عليا؟ 3 2 1. ميري. طب
كالعادة يا جماعة علشان جرجس ميه ساعة فطبيعي فريقه يخسر. روح حضن عادل بقى يلا. احنا بنخسر. بص يا ماما رجالتك ما قدرتش تقف قدام رجالتك و دول ما قدروش يقفوا قدام بناتنا واخد بالك؟ انا متوتره ليه؟ واللي جاي انا عارفه انا متوتره انا بترعش والله. على اللي بعده الجوله دي دلوقتي كل واحد قدامه جبل من البلالين وقدامه المسامير والتيم بتاعه بيساعد. طبعا جرجس معهوش عادل لان عادل هو اللي معاه البالونه بتاعت النهايه في الاخر. المشكلة بقى ان احنا ممكن نرمي على عادل او نخش بالمسامير في عادل. اهم حاجة ان البالونة تتفرقع ده طبعا بعد لما نخلص الجبل ده. ثلاثة انت طمني بالمقلوب. ثلاثة اثنين واحد. تضطرين على فكره. رامي رامي خدي كده. لا بص حمام وراح نجاته ويضربها. يلا ايوه يا رامي ايوه يا رامي ايوه ارجع ورا ارجع ورا ايوه ايوه يا رامي يلا. طب اللي تحت اللي تحت الاول اللي تحت الاول جمعهم من الارقام. لا الاول هات اللي تحت الاول. اثنين بسرعه 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 الشاشه ايوه نشن يا ابني نشن يا ابني هتنشن فين لسه في بالونه ثانيه كيفيه اه انت خرب كده يا رامي انا مستسلم جود جيم التحديات بتتعب يا جدعان والله انت عارف ان انت هتساعدني كتير طبعا هو انا مش بتكلم مش انا بقول حاجه طب كنت بتقول ايه كنت بقول ان هو هيساعدني كتير عشان انا مش هقدر اشيل دي واقعد ارفع ايدي عشان انا صغيره حتى وهي متعصبه مش عارفه تعلي زيتها قوي 1 2 3 الله اختي يا جماعه يا ربي يا ربي على الجمدين يا ربي على الجمدين يا ربي على الجمدين اللهم لك الحمد ايوه ايه ده ولا شفتك يلا ادي اخرة اللي اختار صيري يعني انت اما تختار يا تعالى انا اسف حاولنا والله حاولنا لا هو ده معناه ان انت غبي ما بتفهمش متعصب عليا وانا من امتى ما اتعصبتش عليك انت كل ما بتتعصبي ثانيه واحده بس يا بنت انت انت كل ما بتتعصبي بتكشي وانت كل ما بتتعصب بتبقى لينا انا اكتر اسكت
هي مش واخده بالها انا ببص لها ازاي بنت ولا ربنا خد من طولها وداها في السنة. انت تقريبا انت اللي متعود عليه من زمان. انا راح اروح. تعالي اقول لك بس. تعالي يا ميري عايزاكي في حاجه. طيب هنخش نعمل اكل سوا جوه، احنا مكاننا المطبخ اصلا. حصل. ولا حتى دي هتعرفي تعمليها. طب يا جماعه انا رايي نخش الجوله اللي بعدها عشان اقلب القص في جامعه. خلاص بقى ما تجيش على البيت، مش عشان قصيره يعني عرفتوها يعني. خلاص يا مصطفى ده انا في حضنك يا خيي. ما خدتش بالك من حاجه؟ ان انا قد المكعب ده. ايه قال ايه؟ اسمعي علي استخبى ورا الكرسي. تعالي بس. انت قلت ايه؟ بيقول ان انت قد المكعب. على الجوله اللي بعدها. على اللي بعدها. على وش بصوا الشجره عامله ايه؟ الشجره هي اللي مخلياهم يكسبوا. بس ان شاء الله ده مش هيحصل دلوقتي. الصوت. بص احنا دلوقتي هنعمل خطه. احنا هنبين جو توتر ومنافسه وحاجات قاعده بتحصل وهم بيعملوا خطه واحنا بنعمل خطه. اصل دي الجوله هتقفل كل حاجه. طب يا جماعه حابب اقول لكم ان الجوله دي ب 20 نقطه، فيا اما هم هيكسبونا يا اما احنا نكسب. كل اللي احنا هنعمله ان احنا نبين ان احنا ضعاف، نسحب خلطونا بعدين نمسح من 3 في 2 فحسوا ان احنا بنريح، فتقوم مكملين على الاثنين. هي مالهاش علاقه بالهندسه، ليها علاقه بالروح عدم السلكين. انت واقف هنا بتعمل تلمع اوكر؟ لا هو بيحاول يساعدني عشان اعرف اجيبك في الكاميرا. حتى علمته الولا بجد مش عارف يصورك. بجد انا مش بهزر، انا ركبي اصل انا كده واقف. هو يا دوبك جايبنا انا كده جايبنا. عندك يا باشا 3 2 1 اه اه الشمال ما بيخملش والله. خد بقى جنبك. ولا يا حمام يا ولا يا حيوان يا حيوان يا هات ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كسب. لا هم هو لا يعلم ربنا. كرتونة كرتونة. وبكده يا جماعة يكون فريق هو اللي كسب 30 20 25. اه لسه خسران بس 25. ليه؟ عشان جامد جت على 5 وخيشت. ما انت كنت 5 وهتتعادل مش هتكسب. تصدق. المهم يا جماعه لو عجبك التحدي اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك، وفي نفس الوقت هتلاقي كلمه اشتراك تحت الفيديو دوس عليها شغل الجرس. اوكي تمام انا ماشي. مش انا عارف اصلا مالكش مكان وسط الجامدين. وي شوفكم الفيديو كده سلام.